السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. رغم الهزات التي تعرضت لها جمعية العلماء، إلا أنها واصلت جهودها في بناء المدارس والمعاهد، حيث قام الإمام البشير الإبراهيمي بالإشراف على بناء دار الحديث في ولاية تلمسان التي هب أهلها بشيوخها ورجالها للمساهمة في هذا البناء. فخلال سنة واحدة فقط تم بناؤها على نسق هندسي أندلسي أصيل. وقام البشير الإبراهيمي بدعوة جمع من العلماء من تونس والمغرب، وحضر من الجزائر الألوف من أبنائها يتقدمهم جميع أعضاء جمعية العلماء العاملين والإداريين في جو مهيب. وقد افتتحها الإمام ابن باديس بتاريخ الاثنين 27 سبتمبر 1937. لقد كانت لهذه المدرسة طابعها الحضاري الإسلامي، وكانت بحقه مفخرة الجزائر، وكان لها الشرف أن تكون أول مدرسة تبنيها جمعية العلماء من الأساس إلى السطح على نمط الهندسة الإسلامية في الأندلس. غدات تأسيس دار الحديث، ودار الحديث تعتبر هي أول مؤسسة إصلاحية على المستوى الوطني. دشنت في سبتمبر 1937. الشيخ بن باديس في تدشين مدرسة دار الحديث في تلمسان 1937، بعدما ألقى الشيخ طيب العقبي والشيخ مبارك الميلي درسا، وموضوع أحدهما هو الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقف الإمام بن باديس يعقب على هذا الحديث وقال: نحن قوم لا نهاجر، نحن حراس الإسلام والعربية والقومية بكل مدعماتها في الجزائر. لم تتحمل السلطات الاستعمارية ذلك الاحتفال البهيج الذي وقع في دار الحديث بتلمسان، فقامت باتهام الشيخ البشير الإبراهيمي بالدعوة للتجمهر والخروج في مظاهرة بدون إذن. في هذه الأثناء بتاريخ 13 أكتوبر 1937، قررت فرنسا إقامة احتفالات على مرور قرن على سقوط قسنطينة، فوجه الإمام ابن باديس نداء إلى الشعب يطالبه فيها بمقاطعة تلك الاحتفالات. فحوى هذه الرسالة هو أنه يطلب من سكان قسنطينة لا يشاركوا في هذا الاحتفال، عن طريق الاعتصام، عن طريق المظاهرات، لا، بطريقة سلمية، عن طريق الاعتكاف في المساجد، عن طريق ملازمة بيوتهم. واصلت جمعية العلماء المسلمين في تحدي الاستعمار الفرنسي، حيث أصدرت فتوى بردة كل من يريد أن يتجنس بالجنسية الفرنسية. وقد صدرت الفتوى باسم رئيس لجنة الفتوى في الجمعية الشيخ العربي تبسي، وفتوى أخرى لرئيس جمعية العلماء الإمام ابن باديس. فقد قال في البصائر في العدد 95 بتاريخ 14 جانفي 1938: التجنس بجنسية غير إسلامية يقتضي رفض أحكام الشريعة، ومن رفض حكماً واحداً من أحكام الإسلام عد مرتداً عن الإسلام بالإجماع، فالمتجنس مرتد بالإجماع. لسنا إزاجة، ولسنا نرضى التجنيس، ولسنا نرضى الإمتزاج، ولا نرتد فرنسيسا، رضينا بالإسلام تاج، كفى الجهال تدنيسا، فكل من يبغي فيه رجمناه كإبليسا. فهناك جماعة إدماجيون كابن جلول وآخرين من المعلمين باللغة الفرنسوية، ولهم جرائد يدعون إلى أن نندمج في الحضارة الفرنسوية وأن نصبح فرنسيين لغة وثقافة وسياسة
وكل ما يلزم من الاندماج. طبعا ابن مديس قام ضد هذا الأمر وضد هو تهما له قبل الاندماج وكذلك ضد التجنيس. أفتى ضد التجنيس هو الشيخ العربي التبسي. لماذا؟ لأن المتجنس يشترط عليه أن يتخلى عن التعامل مع الشريعة الإسلامية. فرنسا كانت شرطة باش تعطيك الجنسية نتاعها تدمجك فيها لازم تخرج من الإسلام. علاش بن باديس يقول له من أراد إدماج الله رام المحال من الطالب، والبراهيمي يقول قضية واحدة لا يمكن التهاون فيها هي التنازل عن الأحوال الشخصية، يعتبر ذلك التهاون أو التفريط يعتبر كفرا. أفتت الجمعية بردة من حمل الجنسية الفرنسية، لأن من تجنس في ذلك الوقت يشترط عليه أن يتخلى عن دينه الإسلامي ويعتنق النصرانية كدين يعتقده. فالجمعية ما كان أمامها إلا الإفتاء بردة من أخذ الجنسية الفرنسية في ذلك الوقت. بعد ذلك أكملت جمعية العلماء طريقها في بناء المدارس متجهة إلى فرنسا، حيث أوفدت الجمعية كل من الشيوخ الفضيل الورثلاني والسعيد صالحي وحمزة بكوشة إلى فرنسا ليقوموا بفتح النوادي للمسلمين الذين هاجروا إلى فرنسا. جاء في البصائر العدد 108 بتاريخ 15 أفريل 1938. إن جمعية العلماء لا تريد إهمالكم وترككم سدى، وإن فارقتم الجزائر فهي لحقتكم إلى فرنسا وأسست لكم النوادي الذي ما هو إلا مسجد لمن أراد الصلاة ومدرسة لمن أراد التعليم وناد لمن أراد سماع الوعظ والإرشاد. الشيخ عبد الحميد بن باديس أرسله إلى باريس وقام بهذه المهمة النبيلة وأسس ما يزيد عن 30 خلية أو مدرسة كسمهم في ذلك الوقت مدارس التهريب. في هذه السنة بدأت نذور الحرب العالمية الثانية تقرع أبوابها، وذلك بتحركات هتلر العسكرية. عندها أرادت الحكومة الفرنسية أن تطمئن إلى ولاء الشعب الجزائري لها، فطلبت من جميع الفئات والأحزاب إعلان ولاءها وتأييدها، فأيد النواب والموظفون ورجال الطرق الصوفية، ورفض حزب الشعب وجمعية العلماء تأييدها. عندها قامت فرنسا بحل حزب الشعب وزجت ببعض أعضائه في السجن. وأما جمعية العلماء فقد وقع نقاش بين أعضائها وتقرر رفض إرسال هذه الرسالة. لما في الحرب العالمية الثانية طلبت من كل الجمعيات وكل رجال الدين ومن جملتهم جمعية العلماء، طلبت فرنسا من جمعية العلماء أن تكتب برقي لتأييد فرنسا في الحرب. وقع اجتماع فرفض ابن باديس وجماعته رفضا تاما إلا شخص واحد وهو الطيب العقبي. تقدم الشيخ طيب العقبي باقتراح بإرسال رسالة تأييد ومساندة لفرنسا لتأييدها ليس في الحرب العالمية الثانية، لأن الحرب العالمية الثانية لم تندلع بعد، ولكن مؤشرات وما إلى ذلك كانت تنذر باندلاع هذه الحرب العالمية الثانية. فقال اقترح يعني بإرسال هذه البرقية، ولكن الشيخ عبد الحميد بن بواديس قال لنعرض هذا الاقتراح على الجمعية العامة وهي تقول رأيها في هذه المسألة. والجمعية العامة المهم في أغلبية ساحقة رفضت هذا الاقتراح. وقد ناقشت جمعية العلماء هذا الأمر في اجتماع المجلس الإداري في سبتمبر 1938. عندها قال الإمام ابن باديس كلمة الفصل: أما أنا
فإنني أستطيع كشف هذه الفضائح من الآن. جاءت إعازات من جهات باش نقول كلام المتملقين ونشاركهم في تقديم فروض الطاعة وعبارات الود والاستسلام في الوقت الذي نحن فيه غير ثائرين ولا عاصين. إن ضميري يأبى هذا، إنه لا يطاوعني، وأنا أرى الأمة فيما هي فيه. العلم يطارد والدين يحارب، فالمساجد موصدة والمدارس مغلقة والتعليم يخنق. أن أتملق مع المتملقين وأطبل وأزمر مع المطبلين والمزمرين، هذا شيء لا أستطيعه ولو يقطع رأسي. فرنسا فهمها بن باديس كما فهمها الجزائريون، وأنها مكارة خداعة تكذب، وأنها لا تصدق في مواعيدها. الكلمة المشهورة اللي قالها بن باديس ولا تزال ترن في آذان أو في الأذن نتاع الأحرار، قال: لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله ما قلتها. يعني كلمة فرنسا عرفها أنها العدو اللدود الذي لا يريد للإنسان، لا تريد للإنسانية أن تحيا، تبقى هي فقط وغيرها الخدم. اتبعت جمعية العلماء هذا الموقف بإصدارها فتاوى تحرم الانخراط في الجيش الفرنسي وتحرم الصلاة وراء الأئمة التي تعينهم فرنسا. فتاوى لأئمتنا وعلمائنا في جمعية المسلمين تحرم الانخراط في جيش الاحتلال، الجيش الفرنسي. فابن باديس هذه المواقف تبين على أن الرجل كان مستشرفا لمستقبل هذا الوطن، وما مصائبنا اليوم إلا من تجنيد أبنائنا في الجيش الفرنسي الذي لا زلنا إلى اليوم نعاني منه. جمعية العلماء ترفض الصلاة وراء أئمة معينين من فرنسا، لأن الإمامة في الإسلام يا إما يعينه ولي أمر المسلمين أو جماعة المسلمين. فأفتت جمعية العلماء بأن الصلاة وراء الأئمة اللي تعينهم فرنسا غير جائزة. فابن باديس رحمه الله كانت له رؤية استشرافية للمستقبل، بمعنى أن الانخراط في هذا المجتمع الفرنسي خط أحمر لا يجوز للجزائر أن ينخرط فيه. بعد هذه المواقف بدأ المستعمر الغاشم بالتضييق على جمعية العلماء، فقررت من تلقاء نفسها إيقاف جريدة البصائر في العدد 180 الذي صدر بتاريخ 25 أوت من العام 1939 حتى لا تساوم في مواقفها. وتوقفت جريدة البصائر حتى لا تحرج جمعية علماء المسلمين كثيرا، وهذا من فقه السياسي الذي كان عند جمعية علماء المسلمين. حبس الشهاب وحبس البصائر، وقال الكلام اللي نحب نقوله أنا ما يساعدش فرنسا، والكلام اللي تقوله اللي يحبه فرنسا أنا ما عنديش كيف نواجه به ربي. ملا حبس الشهاب والبصائر، مرة قاعد معه كذا وقال لي ساعات العدو كيتصمتوا خملة سبوا. في هذه الأثناء منعت السلطات الفرنسية الإمام ابن باديس من مغادرة ولاية قسنطينة إلا بإذن مسبق منها، فرفض هو ذلك وبقي في قسنطينة لا يبارحها منشغلا بالتعليم والتدريس. كان عنده باش يسافر، عنده شاب بطاقة السيارة في القطار باش يتجول منين يحب في الجزائر. في وقت الحرب العالمية الثانية عاد الواحد ما يتجول ما يخرج من بلاد البلاد إلا لازم يروح للشرطة باش يجيب تصريح، وهو هذه محال باش يدير هذه. ما لا في هذه حبس قعد في قسنطينة ما يخرج، ما لم يطلب باقي قليل في قسنطينة، وباقي الحركة نتاعو في التدريس. الدرس الأول يبداه بصلاة الصبح للعروة الوثقى، ومن بعد يرد الدروس مرة بعضها مرة بعضها حتى الظهر. على الظهر يحبس دقيقة لما يريح، ومن بعد يولي حتى صلاة العصر. من بعد العصر يولي هود الإدارة باش السياسة ولا دا. ومن بعد وعنده من بعد صلاة العشاء من 25 سنة هذه دايرها بكل تفسير القرآن، هذيك التفسير القرآن للطلبة وللشعب. وهنا في هذه المرحلة وهو مع طلبته كان بين الحين والآخر يطلق إشارات عن الاستقلال وعن الثورة. هو اجتمع
بجماعة من طلبته وقال لهم لو أن لي 10 رجال يوافقونني لأعلنت الثورة في الأوراس. لو كان الشيخ بن باديس حي مثلا في 54 كان يكون عضو في مجلس الثورة. لهو رجل أهمه أن يحرر الجزائر ثقافيا ودينيا وسياسيا، هذا واضح لا يخفيه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.